وسع من وش العقلاء. يعني انت هتلاقي دايما الموضوع مش بتخاطب العقل والمنطق، انت بتخاطب مرحله جدليه، عايز تبقى فيه موضوع جدلي بحت، وانا همشي مع ده، انا همشي مع ده. عنتر يعني عنتر بجد، يعني عنتر العبسي مش عنتر، عنتر بجد يعني الناس ما تعرفش عنه غير يعني تقلعي لي عين واقلق لك عين ونعيشها ورحنا الاثنين، الفيلم العربي الشهير. لكن عنتر ده كان شاعر جامد جدا جدا. في بيت شعر ليه بيقول ايه؟ بيقول لك: اذا ابتليت بظالم كن ظالما، واذا خاصمك جاهلا كن جاهلا. يعني لو في الامر بينك وبين واحد في عدم معرفه ليه او ليك، خليك على نفس النهج بتاعه. يلا نمشي على نفس النهج بتاعه. يبقى عندي الزمالك مثلا مجموعه من بطولات الدوري العام، لو بنفس النهج ده بقى، اللي هي المعايير اللي بتتغير والمعايير اللي بتتظبط والمعايير اللي بتتغير مش عارف ايه على حسب الهوا. وقلت لكم امبارح لو قالوا لك الحكام بتجامل الاهلي لازم تصدقهم باللي شفته ده، بالحالات اللي احنا شفناها. ما فيش حكم امبارح ما جبتلوش مجموعه من الحالات، مش حاله واحده، مجموعه من الحالات، مجموعه كبيره جدا من الحالات. صدفه ممكن، صدفه بتتكرر، رب صدفه بتتكرر خير من الف معاد، لكن مش مشكله. يعني احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه، ما بالك من اللي ما كناش شايفينه. طيب المعايير دي كانت بتتغير في بطوله الدوري كذا مره والاهلي ما بيتكلمش، يعني الاهلي ما بيقولش حاجه، خلاص مش خدت البطوله مبروك عليك، خلينا نفكر في بكره. لكن بكره ده مش هيتفكر فيه في الجانب الاخر خالص، لازم نفكر في اللي فات، لازم نفكر في امبارح. طيب قلت لكم امبارح سنه 77 78 الاهلي خسر الدوري بهدف اعتباري للزمالك، لما الزمالك كان بيلعب المحله وكان كسبان 1-0، وبعدين حصلت احداث شغب، الزمالك تم الغاء اللقاء والزمالك تم احتساب فايز باللقاء 2-0، والهدف ده كان السبب ان الاهلي يعني يخسر بطوله الدوري بهدف الاعتباري ده. والمباراه الختاميه كانت ما بين الاهلي والمحله والزمالك والاسماعيلي، الزمالك كسب الاسماعيلي 4-0 والاهلي كسب المحله 2-0، كان الاهلي لازم يكسب المحله 5-0، لكن ما حصلش ان الاهلي كسب غير 4، وبالتالي الزمالك كسب المحله، كسب اسف الاسماعيلي 2-0 وبقى بطل للدوري 77 78 بهدف اعتباري، مع ان اللقاءات المباشره في السنه دي كانت لصالح الاهلي، الاهلي متعادل 0-0 الدور الاول وكسبان 1-0 بهدف لمصطفى عبده. يعني لو مشينا بقى بالمعايير ديت هنقول لا اللقاءات المباشره. طيب 84 برضو موسم اللي خد فيه الزمالك 83 84، في اول يونيو او 1/6 تحديدا الاتحاد المصري قال لك لا هنكمل الموسم من غير اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه انتوا عارفين دايما، ولا هتعرضوا في دي كمان، يعني دايما اللعيبه الدوليه بتاعه الاهلي اكتر بكتير جدا من اي نادي اخر، من اي نادي اخر. في ساعات بتوصل للضعف، وفي ساعات اساسا ما بتشوفش في الملعب غير لعيبه الاهلي او نص لعيبه الاهلي في المنتخب موجوده، وفي انديه تانية ممكن ما تلاقيش حد خالص موجود في الملعب، ولا دي كمان انا غلطان فيها يعني. فهتلاقي اللعيبه الدوليه عند الاهلي اكتر. سنه 84 1/6 تحديدا 84 الاتحاد المصري راح واخد قرار ان في استعداد للوس انجلوس اللي هي الاولمبياد بتاعت لوس انجلوس 84، فهنكمل المسابقه بدون اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه بقى كان فيها مين؟ كان فيها كابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ربيع ياسين، كابتن مجدي عبد الغني، مجموعه كبيره جدا من الاسماء. ما كملتش بطوله الدوري اللي كان فاضل له 8 اسابيع لصالح النادي الاهلي، فاضل له 8 اسابيع وخمسه للزمالك، وما كملتش بطوله الدوري بدون الدوليين، وخسر الاهلي البطوله رغم ان هو كان متقدم على الزمالك في النقاط. يعني هنا المعايير اتغيرت في قلب الموسم والاهلي ما اتكلمش، ما قالش حاجه خالص، خلاص مش وافقنا يلا. الزمالك خد البطوله مبروك عليه، حلال عليه. سنه 88 بيكرر نفس الكلام، لكن في الاسبوع الاخير، تخيلوا في الاسبوع الاخير، تخيلوا الاسبوع الاخير، يعني في موسم 88 87 88، الاهلي والزمالك ماشيين مع بعض لحد اخر مباراه، واخر مباراه تجمع ما بين الاهلي والزمالك، وخدوا قرار ساعتها اللعب المباراه او تكمله الدوري، وكان فاضل مباراه اساسا واحده بس من غير الدوليين، والاهلي لعب قدام الزمالك من غير الدوليين وخسر الاهلي 2-1. فاذا المعايير اتغيرت، وبرضه الاهلي ما اتكلمش، والاهلي خسر بطوله الدوري وبرضه ما اتكلمش. يعني هي الموضوع انا ما عنديش وقت، يعني انت عندك وقت لبكره، خلاص بتاع امبارح ده انتهى، خلينا نكمل لبكره. لكن هتفضل دايما الموضوع ده متعلق كل سنتين ثلاثة، كل أربعة، كل خمسة. وقلت لكم دايما اللي بيفكر في الماضي بيبقى قدام المستقبل يعني مظلم. كل ما تفكر في الماضي وان انت عايز تاخد حاجة من الماضي يبقى مش عارف تاخد حاجة لبكرة، او ما بتفكرش لبكرة. ارجع اقول لكم اكبر دليل على الكلام اللي بقوله ده
اكبر دليل على الكلام اللي بقوله ده لحضراتكم، ان هتلاقي مثلا يعني الاهلي وهو بيواجه الزمالك في مره من المرات يطرد محمد يوسف في اول 4 دقائق السوبر الافريقي اللي كان في جوهانسبرج لو تتذكروا، يعني سنه 94 16/1/94 كان يجمع الاهلي مع الزمالك في السوبر الافريقي كان في جوهانسبرج، وتم طرد محمد يوسف في او كابتن محمد يوسف اللي هو المدرب العام دلوقتي للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره، تم طرده في اول 10 دقائق تقريبا، والاهلي خسر بهدف لايمن منصور والاهلي ما انسحبش قدام الزمالك على حاجه خالص. في مره من المرات اسامه عرابي او كابتن اسامه عرابي تم طرده في مباراه الاهلي والزمالك والاهلي ما انسحبش. الاهلي بيواجه الزمالك في مباراه تقريبا كانت في يناير، تقريبا في يناير 98 تم طرد احمد رجب لاعب النادي الاهلي وقتها والاهلي ما انسحبش. تم طرد يعني مجموعه من اللعيبه في لقاءات الاهلي والزمالك، يعني مجموعه احمد السيد قبل كده في مباراه انتهت 2-1 والاهلي ما انسحبش عادي جدا، يعني في تقريبا في 2001 او 2002 او 2003 حاجه كده، والاهلي ما انسحبش، ما بينسحبش من البطولات. لكن لما تلاقي او من المواجهات اللي ما بين الاهلي والزمالك وممكن تكون معرض ان انت تخسر وممكن تخسر بطوله زي بطوله السوبر الافريقي، لكن الاهلي ما بينسحبش. لكن لما بتلاعب الزمالك مثلا يعني تحديدا 25 يونيو او 25/6 سنه 96 ما بين الاهلي والزمالك في مباراه كانت شهيره جدا 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 جدا، يعني كان بطلها لو تتذكروا يعني انسحاب نادي الزمالك في الجول التاني اللي كان في الدقيقه 87 او 88 من عمر اللقاء في هدف ما فيهوش اي حاجه خالص، فيش اي حاجه نهائي. بصوا نبيل محمود او كابتن نبيل محمود الكره هتوصل عند كابتن حسام حسن وهو مغطي برضه، يعني الكره ليه هتوصل عند حسام حسن وهو لسه مغطي والزمالك بينسحب. يعني بصوا حضراتكم بصوا فين الكره قربت توصل لكابتن حسام حسن، قربت توصل لكابتن حسام حسن، ده وليد صلاح يعني او هشام حنفي اسف لحسام حسن، قربت توصل، ده ممكن تكون وصلت بالفعل والراجل بيفكر يطلع. اوكي اللي حصل ايه؟ ننسحب ليه؟ لا قادر عبد العظيم موجه جاي موجه، قادر عبد العظيم ده يعني بطل الحقيقه، وكل جماهير النادي الاهلي لازم تحافظ على كابتن قادر عبد العظيم جدا، لازم تحافظ عليه، يعني يا ربنا يديله طول العمر هو عايش مظبوط يعني موجود على قيد الحياه، ربنا يديله طول العمر، لان بعد 20 سنه او بعد 15 سنه كابتن قادر عبد العظيم ده هيبقى بطل مشهد، هيقول لك واحد يقول لك ايه؟ انا جمعني لقاء بكابتن قادر عبد العظيم وقال لي قبل اللقاء بخمس مثلا ساعات قال لي انا جات لي تعليمات عليا ان الاهلي لازم يكسب. ما هو الراجل ساعتها مش هيبقى موجود وسطينا، ما انت مش هتستشهد غير بالاموات بس، طول ما الراجل عايش عمرك ما هتذكر اسمائهم، عمرك ما هتذكر اسمائهم، لكن كابتن قادر عبد العظيم ربنا يديله طول العمر يا رب ويبارك له في صحته واولاده يعني، فربنا يديله طول العمر، لكن انا متاكد من مشهد زي ده دايما يحصل جدل، دايما يحصل لغط، دايما يحصل كلام ده عشان تبرر يعني ليه انا اتغلبت، وكانها السابقه الاولى يعني العمليه اكنها مش عاديه، لا اكنها السابقه الاولى، مفيش غير مبررات 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 مبررات، لكن ربنا فوق يعني والتاريخ ما بيتنسيش. انا هفكركم بكلام قاله كابتن نبيل محمود عشان تعرف المشهد كان ماشي ازاي، رغم ان الناس كلها راحت على قادر عبد العظيم وانسحاب وموجه واحنا مش عايزين حكام مصريين وما كناش عايزين فلان وهو السبب في هزيمتنا، رغم ان السنه دي مثلا الزمالك كان متفوق على الاهلي ب 13 نقطه، يعني ما كانش قادر عبد العظيم هو اللي بيحكم مباراه الكروم، ما كانش قادر عبد العظيم هو اللي بيحكم لقاء السويس، وما كانش قادر عبد العظيم هو اللي بيحكم القناه، وما كانش قادر عبد العظيم اللي بيحكم مزارع دينا تقريبا يعني، وهو اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك، واللقاء زي ما انتم شفتوه الهدف ما فيهوش حاجه خالص، مفيش اي حاجه نهائي. لكن انا هذكركم معايا ومعاكم نبيل محمود، كابتن نبيل محمود قال ايه عن المشهد ده تحديدا عشان تعرف في وقتها التفكير بيبقى ماشي ازاي، يعني الموضوع بيبقى اتجاهه عامل ايه، وبعد سنين بتكتشف الحقيقه او بتكتشف الحقيقه ماشيه ازاي. انا بقول ده لان انا للأسف المباراة دي كانت 25/6 سنة 96، يعني أنت بتتكلم في حوالي 22 سنة، الواحد سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزة، ليه؟ لأن أنت بتخاطب يعني عايز تبرر لجمهورك، عايز تقول لهم حاجة مثلا، عايز تحسسهم إن لأ كان في حاجة خارجية، في ناس أثرت، أنت وجمهورك. لكن هتيجي عندنا احنا بقى وتبدا تشكك في بطولاتنا احنا، وتبدا تشكك في ألقابنا احنا، وتبدا تشكك في يعني تاريخنا احنا، لا يبقى في ناس هتبدا تتكلم هي كمان في الحقيقه، لان انت ما ينفعش تطرح كل الطرح
اللي هو مغلوط ده اساسا وملوش اي اساس من الصحه في بعض الاوقات، في كتير جدا من الاوقات، وفي بعض اخر لو في منطق ونقدر نتكلم فيه. واستشهدت امبارح ان من 2000 ل 2004 كان الزمالك متفوق واحنا ما اتكلمناش في حاجه خالص، لان انت متفوق على ارض الملعب. جاهز يا سمير؟ تعال نسمع كابتن نبيل محمود. اول مره انا فرحان لحاجتين، ان انا اول مره استشهد بحاجه تبقى في صالح النادي الاهلي يكون بطلها كابتن مدحت شلبي. مساء الخير يا كابتن مدحت، تعالى يا عم. مساء النور يا كابتن مدحت، ومساء النور على كباتنك الكبار كابتن ابراهيم وكابتن بلال. ازي حضرتك يا كابتن نبيل؟ اولا السنه دي مدير فني الفريق ايه يا كابتن؟ لا فريق ما فيش ولا يا كابتن مدحت، جاني اكتر من عرض يعني اخرهم منتخب السويد، بس ما لقيتش المناخ اللي انا يعني اشتغل فيه وكده، انا ليا طلبات معينه في شغلي وكده، ف يعني لسه الحقيقه الى الان يعني. لكن انت ما شاء الله الفتره اللي فاتت دي محقق نتائج جيده جدا مع اكتر من فريق يعني. الحمد لله. توفيق دايما يا كابتن نبيل. احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراه الشهيره عام 1996 بين الاهلي والزمالك، واللي انسحب فيها الزمالك في اخر 5 دقائق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل انت كنت مغطي ولا كان هو اوفسايد يا كابتن نبيل؟ لا في الحقيقه ما كانتش اوفسايد خالص يعني. احنا كمان يعني لو الناس ما تعرفش، الساده المشاهدين، كان انسحابنا بامانه ما كانش بسبب الاوفسايد، كان بسبب كان في شويه، لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت، شويه لغط على حكم المباراه قبل المباراه. فاحنا لحد وقت المباراه ما كناش نعرف حكم مين. فكان وقتها النادي الاهلي طلب حكم معين يستبعد يعني، ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد. ففوجئنا في المباراه ان الحكم اللي الزمالك طلبه يستبعد هو الموجود، اللي هو الكابتن ادري عبد العظيم. يعني هو انت عارف بيبقى في بعض يعني بعض الحكام بيبقى يعني يتهموا، هم طبعا هو راجل قاضي والمفروض ان محدش يعلق يعني على قراراته او يعلق على قراراته. لكن يجي يقول لك ده زملكاوي ده اهلاوي وهكذا، واحنا عارفين يعني بعض الحكام بيتهموا ان هم زملكاويه واهلاويه. فاحنا بامانه ادينا مباراه تحت ضغط كبير قوي من مجلس ادارتنا في المقصوره، شايفين مشاكل كبيره واحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار، وقبل المباراه والجهاز الفني بتاعنا ما قدرش ياخد قرار. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. وطبعا النتيجه كانت 1-0، والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا يعني، المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه، نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوفسايد.